بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صيام مقبول، طلبتي الأعزاء، مدرسينا الكرام، جميع متابعينا، ونحن في اليوم 16 من شهر رمضان المبارك، والمشكلة 17، كيف يتم التعامل مع الأشكال الهندسية في أسئلة التقريب؟ إذن هواي طلاب دا يسألون هاي الأسئلة، وسؤال المسابقة كان لهذا اليوم يتحدث عن هذا الموضوع. إذن هنا سؤال المسابقة كان: أسطوانة دائرية قائمة مفتوحة من الأعلى بدون غطاء علوي، مساحتها السطحية 3.5 باي سنتيمتر مربع، وارتفاعها يساوي 3 أمثال، طول نصف قطر، قاعدتها جد باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة وباستخدام مفهوم التفاضلات. طبعا بالامتحان الوزاري لو يعطيني هاي العبارة لو هاي العبارة، القيمة التقريبية لطول نصف قطر قاعدتها. وسؤال المسابقة لهذا اليوم من إعداد الأستاذ القدير ماهر الكاتب من محافظة كربلاء المقدسة. قبل حل هذا السؤال أريد أتناقش وياكم الملاحظة اللي موجودة أمامكم. لإيجاد القيمة التقريبية لسؤال يحوي على قانون لشكل هندسي، فنقوم بكتابة القانون أولاً. أول شيء راح أكتب القانون. مساحة المربع شنو؟ مساحة المربع مثلاً طول الضلع تربيع. ده شوف قانون بطرف أيمن وبطرف أيسر. زين، شو تقول الملاحظة حتى الأمور تصير واضحة عندكم؟ إذا علم من القانون طرفه الأيمن فإن القانون يمثل الخطوة الأولى بالحل. خطوات الحل بالتقريب أنت تعرفها 4 خطوات أساسية. الخطوة الأولى هي تسمية الدالة f of x مثلا تساوي كذا. الخطوة الثانية مكونة من 4 مراحل: ال a تساوي، ال b تساوي، ال h تساوي، و f of a تساوي. المرحلة الثالثة، الخطوة الثالثة، اشتقاق الدالة بالنسبة إلى x ومن ثم التعويض بالنسبة إلى a. والخطوة الرابعة اللي هي f لل a زائد h، هذا يساوي تقريبا f of a زائد h f فتحة لل a. إذن هنا كل أسئلة التقريب تعتمد على ذني الخطوات الأربعة. اليوم راح يكون التوضيح الخطوة الأولى فقط، الخطوة الأولى فقط، مجموعة من الأسئلة، وفي نهاية التوضيح إن شاء الله راح أحل سؤال المسابقة حتى يكون عندكم إلمام كامل بالموضوع، وشلون ممكن يغير بالسؤال، وشلون أستفيد من الملاحظة. إذن الملاحظة تقول: إذا علم من القانون طرفه الأيمن فإن القانون يمثل الخطوة الأولى في الحل اللي هي تسمية الدالة، أما إذا علم من القانون طرفه الأيسر إذا أحتاج 3 قفزات، فنحتاج إلى التعويض أولا، ومن ثم التبسيط، ومن ثم البدء بعملية التقريب. هذا شو وقت إذا علم من القانون طرفه الأيسر. زين، إذا علم من القانون طرفه الأيسر، إذا علم من القانون طرفه الأيسر وقد يضاف له أجزاء من الطرف الأيمن، يعني راح أضيف فقرة هنا، راح أضيف فقرة هنا. إذن أعزائي هنا راح تكون الفقرة الإضافية، وإذا علم من القانون طرفه الأيسر، شوف هنا وقد يضاف له أجزاء من الطرف الأيمن، أيضا نفس العملية، فنحتاج إلى التعويض ثم التبسيط ثم البدء بعملية التقريب. إذن هسه خلي نشوف الأسئلة شلون نتعامل وياها. إذن هنا مكعب، مكعب شنو قانون حجم المكعب؟ قانون حجم المكعب هذا شيء يساوي، يساوي طول الضلع تكعيب. زين، احنا ايش قلنا؟ قلنا كتابة القانون اولا. زين، شنو المعلوم بالقانون هسه؟ طرف ايمن لو طرف ايسر؟ اذا المعلوم الطرف الايمن، الملاحظة تقول: اذا علم من القانون طرفه الايمن فان القانون يمثل الخطوة الاولى في الحل. اذا بمجرد ان كتبت القانون، اذا هسه هنا هذا المتغير شنو اسمه؟ هذا المتغير مو اكس، اذا ايش راح اقول هنا؟ راح اقول في للاكس. اذا كان المتغير سميته ال تكعيب، راح اقول في للال يساوي. واضح؟ هسه يا عدد قريب من 9 و98 اقدر اكعبه بسهولة، الـ A اخذها 10، الـ B 99، الـ H سالب 2%، وتكمل الحل الاعتيادي. اذا انا هسه هنا مدى اشرح تكملة الحل، دا اريد اوضح لك النقطة الاولى فقط.
باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة جد القيمة التقريبية للمساحة السطحية لكرة. يعني معناها ده يقول لي اكتب قانون المساحة السطحية للكرة. شنو المساحة السطحية للكرة؟ هو 4 باي آر تربيع. هذا القانون المساحة السطحية للكرة. طول نصف قطرها يساوي 2.3% سنتيمتر. هسه منو المعلوم؟ معلوم الطرف الأيمن. إذا ما طول هذا صار بدلالة R. إذا هنا طبعا هنا ما راح أقول V. إيش راح يصير عندي؟ راح يصير A. إذا معناها الخطوة الأولى إيش راح يصير عندي؟ راح يصير A للR يساوي راح يصير 4 باي آر تربيع. إذا خلاص هذا الخطوة الأولى بالسؤال. هسه الخطوة الثانية شنو بيها؟ احنا قلنا A B H. ما راح أقول F للA. ايش راح أقول هنا؟ راح أقول A للA. زين بعدين ايش راح أقول هنا؟ راح أقول A فتحة للR يساوي، وبعدين راح أقول A فتحة للA يساوي، وبعدين راح أقول A للA زائد H يساوي تقريبا شنو؟ يساوي A للA زائد H A فتحة للA. هسه ايش راح اقول هنا؟ الA ايش راح يصير عندك؟ يا عدد قريب من 2.3% اقدر اكعب 4 عفوا بسهولة. اذا الA يساوي 2، الB راح يساوي 2.3، الH راح يساوي 0.3%. الA للA ايش راح يصير عندك؟ من اعوض هنا 2 تربيع 4 في 4 راح يصير عندي 16 باي، وهكذا راح اجي اشتق راح يصير 8 باي ار واكمل الحل الاعتيادي. اذا هذا اذا علم من القانون طرفه الايمن. لكن من اجي اباوع على هذا السؤال؟ باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة أو مفهوم التفاضلات جد القيمة التقريبية لطول نصف قطر كرة حجمها 84 باي. هسه راح أجي أكتب قانون حجم الكرة. شنو قانون حجم الكرة؟ حجم الكرة يساوي 4 باي على 3 في نصف القطر تكعيب. زين من هو المعلوم هسه؟ المعلوم الطرف الأيمن لو الأيسر؟ المعلوم الطرف الأيسر. إذا التعليمات شو تقول لي؟ الملاحظة اللي قريناها قبل شوية تقول أحتاج إلى 3 قفزات. أول شيء أحتاج إلى التعويض، ومن ثم التبسيط، ومن ثم البدء بالتقريب. إذا رح أجي أعوض، إيش رح يصير عندي؟ رح يصير 84 باي شو يساوي؟ يساوي 4 باي على 3 R تكعيب. زين عند المساواة ممكن اختصار بسط مع بسط. اذا الباي ويا الباي هذه بباي راحت، الاربعة ويا الاربعة وثمانين ايش قد بيها؟ 21. طرفين يساوي وسطين، يعني راح يصير عندك يؤدي الى شنو؟ يؤدي الى R تكعيب تساوي 63. زين هو ايش يريد مني؟ شوف اولا التعويض عوضنا، ومن ثم التبسيط. هسه راح اكمل تبسيط. اذا الR يساوي الجذر التكعيبي لل 63، ومن ثم التقريب. هسه راح تبدي الخطوة الأولى بالحل. إذا الخطوة الأولى تسمية الدالة، هذا شنو اسمه؟ R. إذا هنا راح أقول R مثلا للإكس تساوي شنو؟ تساوي الجذر التكعيبي للإكس اللي هو من هو؟ X أس 1 على 3. يا عدد قريب من 63 أقدر أحصل جذر التكعيبي. راح أخذ الأي تساوي 64، البي 63، وأكمل الحل الاعتيادي. نفس الفكرة أولادي، جد باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة جد القيمة التقريبية لطول ضلع مربع مساحته. هو يعني ده يقول لي اكتب قانون مساحة المربع. شنو مساحة المربع؟ طول الضلع تربيع. طول الضلع تربيع، مثلا راح أقول L تربيع. زين من هو المعلوم الطرف الأيمن لو الأيسر؟ معلوم الطرف الأيسر. إذن التعليمات يقول لي عوض، أقول له تدلل. إذن 101 يساوي L تربيع، ثم بسط، أقول له تدلل. إذن هنا راح يصير L يساوي جذر 101، ثم قرب. هسه راح أبدي بالحل. إذن هذا شنو صار اسمه؟ إذن راح أقول L للX هذا شو يساوي؟
تساوي جذر اكس الاي ايش قدر اخذها يا عدد قريب من المية واحد اقدر اجذرها بسهوله اذا الاي يساوي 100 البي 101 وهكذا راح تقول لي ليش ما سميت هذا اكس حتى لا اضطر ان اقول اكس للاكس يعني ايش راح يقول لي المصحح شنو خلصت الحروف اذا هنا راح اختار اي حرف غير الاكس الجزء الثالث من الملاحظة شوف باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة أو مفهوم التفاضلات جد القيمة التقريبية لحجم مخروط دائري قائم يعني وصلتني رسالة مستعجلة تقول لي اكتب قانون الحجم إذا حجم المخروط باي على 3 آر تربيع اتش زين مخروط دائري قائم ارتفاعه يساوي طول نصف قطر قاعدته يعني أنا راح أقول الاتش يساوي R دير بالك تقول لي نصف R هو نصف القطر اسمه R إذا علمت أن طول قطر قاعدته يعني معناها الاثنين R يساوي 6.2 من أجي أقسمها على 2 إذن الـ R راح يساوي 3.01 إذن هسه هنا من هو المعلوم؟ معلوم أولادي الـ H يساوي R راح أعوض مكان الـ H R يعني راح يصير عندك الـ V يساوي باي على 3 R تربيع في R يعني معناها راح يصير الـ V يساوي باي على 3 R تكعيب زين من هو المعلوم الطرف الأيمن لو الطرف الأيسر الطرف الأيمن هو المعلوم إذن معناها القانون يمثل الخطوة الأولى بالحل إذن إيش راح أقول هنا راح أقول V للR يساوي باي على 3 R تكعيب هسه راح أبدي بخطوات الحل إذن هذه رقم واحد بالتقريب رقم اثنين يا عدد قريب من 3.1% أقدر أكعبه بسهولة إذن 3 البي 3.1% وأكمل خلي نشوف شنو الفرق عن هذا السؤال جد القيمة التقريبية لطول نصف قطر قاعدة طبعا هنا يفترض أن أكتب قاعدة مخروط دائري قائم حجمه 210 باي وارتفاعه 10 زين من أجي أكتب قانون حجم المخروط حجم المخروط هذا شي يساوي يساوي باي على 3 آر تربيع اتش ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع من هو المعلوم؟ معلوم الطرف الأيسر اللي هو الحجم وأجزاء من الطرف الأيمن إذن التعليمات تقول لي تحتاج 3 قفزات تعويض وتبسيط ومن ثم التقريب إذن إيش راح يصير عندي هسه الفي يساوي راح يصير 210 باي يساوي باي على 3 آر تربيع في 10 عند المساواة يمكن اختصار بسط مع بسط ال 210 ويا ال 10 21 الباي ويا الباي 3 في 21 طبعا ممنوع تختصر 3 ويا ال 21 اذا هنا ما طول بسط ومقام طرفين يساوي وسطين اذا ايش راح يصير عندي هسه راح يصير ال ار تربيع تساوي 63 اذا معناها بالتبسيط راح يصير ال ار يساوي جذر 63 هسه راح يبدي التقريب اذا راح اقول ار للاكس هذا ايش راح يساوي يساوي جذر اكس يا عدد قريب من 63 اقدر احصل جذره بسهوله اذا الاي يساوي 64 واكمل الحل الاعتيادي هسه وصلنا الى سؤالنا اسطوانه دائريه قائمه مفتوحه من الاعلى بدون غطاء يعني اولادي هسه هنا من اريد ارسم الاسطوانه شوف هنا راح ترسم القاعده العليا اذا هنا رسمنا القاعده العليا واكيد هنا القاعده السفلى ما طول اسطوانه القاعده السفلى راح تكون بقد القاعده العليا راح تقول لي احنا نعرف الاسطوانه القاعده العليا والسفلى مالتها دائريه ليش رسمته هنا قطع ناقص على مود يبين الشكل مجسم اذا هسه هنا هذه راح يكون الاسطوانه بهالصوره هذه حتى يكون هذا المستقيم عدل اذا هنا الاسطوانه هذه مثلا راح تكون بهالصوره هذه وهذا راح يكون بهالصوره هذه والاسطوانه شكو بيها نصف قطر قاعده اذا هذا نصف قطر قاعده وبيها ارتفاع راح يكون بهالصوره هذا هو ار وهذا هو اتش
زين، ده يقول لي مفتوحة من الأعلى، مساحتها السطحية 3.5 باي. شنو قانون المساحة السطحية للأسطوانة؟ إذن هنا المساحة السطحية عموما للأسطوانة تساوي المساحة الجانبية اللي هي 2πRh، محيط القاعدة في الارتفاع، زائد شنو؟ زائد 2 في مساحة القاعدة. زين، إذا كانت مفتوحة من الأعلى 2 راح تروح، راح تبقى مساحة القاعدة اللي هو باي آر تربيع. زين، إيش جاي يقول لي؟ وارتفاعها يساوي 3 أمثال طول نصف قطر قاعدتها، يعني معناها الاتش يساوي، الاتش يساوي 3R. خلي أعوض مكان الاتش 3R، إذن رح يصير عندي الاي تساوي شنو؟ 2R في 3R، يعني رح يصير 6πR تربيع زائد باي آر تربيع، يعني معناها راح يصير عندي الاي تساوي شنو؟ تساوي 7πR تربيع. زين، من المعلوم؟ معلوم الطرف الايسر. اذا المعلومات التعليمات تقول لي اذا علم من القانون الطرف الايسر فنحتاج الى التعويض والتبسيط ثم التقريب. اذا راح يصير عندي 3.5 باي يساوي شنو؟ يساوي 7πR تربيع، الباوية الباي تختصر، أقسم على 7، يعني إيش راح يصير عندي هسه؟ راح يصير R تربيع تساوي 3.5 على 7. شلون أقسم كسر عشري على عدد صحيح؟ ألغي الفارزة وأضيف 0 إلى المقام، يعني راح يصير 35 على 70. 35 على 70 ما تقبل القسمة، أضيف 0 وفارزة، 350 على 70 بها 5، إذن معناها راح يصير 0.5. إذا كان عندي الآر تربيع تساوي 0.5، إذن معناها الآر يساوي جذر 0.5. إذن هسه التبسيط انتهى، رح يبدي التقريب. إذن هسه رح أجي أسميها للدالة. إذن إيش رح أقول هنا؟ رح أقول R للأكس، هذا شي يساوي، يساوي جذر أكس. إذن هنا ما طول دا يريد من عندي جذر شنو؟ 5 بالعشرة. أكو ملاحظة ما أخذيها كلش مهمة، لا يمكن إيجاد القيمة التقريبية لجذور الكسور العشرية المحصورة بين الصفر والواحد والبعيدة عن الواحد، يعني مدى أحكي على 0.98، هذه قريبة من الواحد، هاي قربها للواحد، إلا إذا كانت عدد المراتب على يمين الفارزة تساوي أو من مضاعفات دليل الجذر. هسه هنا دليل الجذر تربيعي، إذا من يمي أضيف 0، يعني إيش راح يصير هنا؟ راح يصير 50%. إذا إيش راح يصير عندي؟ يا عدد قريب من 50% إلى جذر تربيعي بسهولة 49%. البي من هو؟ البي هو نفسه 50%. الاتش هذا شي يساوي؟ يساوي بي ناقص اي ويساوي 1%. وش راح اقول هنا؟ راح اقول ار للاي شي يساوي؟ راح يساوي جذر 49% اللي هو القيمة تشقد. إذن جذر 49% اللي هو 7 بالعشرة. إذا تتذكر بأن هذا السؤال موجود، أصلا موجود عندك بالكتاب، ولكن هو رأسا بالكتاب يقول لي جذر نص اللي هو مسويها بالكتاب شنو؟ مسويها 1/2، مسويها 1/2. هسا هنا أكيد هواية جتنا أسئلة تقول إش وقت أني أقسم، إش وقت أوزع الجذر. هسه راح اسولف لك بنهايه حل السؤال. اذا معناها ايش بقى عندي؟ بقى عندي ار فتحه للاكس مشتقه الجذر التربيعي، هو مشتقه داخل الجذر على 2 في الجذر نفسه، يعني معناها ار فتحه للاي هذا ايش راح يساوي؟ يساوي 1/2 × 7 بالعشرة، 2 × 7 = 14، مرتبة واحدة 1.4. إذن معناها راح يصير عندي 10/14،
من أجي أقسم 10 تقسيم 14 ما تقبل 0 فارزة، 100 تقسيم 14 بها 7، 7 في 4 28، 7 في 1 إذن هنا راح يصير 9، إذن هنا عندي 2، إذن ما عندي 0، شوف هنا 0 نزلت 0. 20 على 14 ايش قد بيها؟ بيها 1، 1 في 14 هذا 14، اذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 6. اكتفي ليش؟ لان الاتش هو اصلا مرتبتين وهنا مرتبتين كلش كافي، وحتى لو سويتها مرتبه واحده كلش كافي. اذا هذا تقريبا 7-1 بال 71%. اذا الخطوه الاخيره راح اقول ار للاي زائد H يساوي تقريبا R للA زائد H، R فتحة للA، إذن معناها راح يصير عندي R المن للخمسة بالعشرة يساوي تقريبا الR للA منه طلع عندي؟ طلع عندي 7 بالعشرة، إذن هذا 7 بالعشرة زين، زائد الاتش هو 1% في 71%، اذا راح يصير عندي 71 بال10000. هسه هنا بعض الطلاب قالوا احنا كتبناها فقط 7 بالعشرة، يعني 7 بالالف، صح تعتبر درجتكم كاملة، اذا معناها يساوي تقريبا راح يصير 7071، واللي مسويها فقط 707 تعتبر اجابته صحيحة. اذا خلي نجاوبكم على هذا السؤال، مرة بالامتحان الوزاري يقول لي اريد منك 1/9 مثلا الجذر التكعيبي، ومرة قال لي اريد 1/2، ومرة يقول مثلا اريد الجذر الخامس للواحد على 31. شنو الفرق بين هذه الحالات اولادي؟ هنا اذا اردت اوزع الجذر على البسط والمقام، هسه هنا راح اوزع الجذر، يعني راح يصير عندي الجذر التكعيبي للواحد على الجذر التكعيبي للتسعة، هنا راح يصير الجذر الخامس للواحد على الجذر الخامس للواحد وثلاثين. هنا اذا اردت اوزع الجذر، اذا اردت اوزع الجذر راح يصير عندي مشكلة. ليش؟ بالنسبة للنص هنا هذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير 1/9 للتسعة. من اريد اسميها للدالة اقول الاف اوف اكس هذا ايش راح يساوي؟ يساوي 1/9 للاكس. زين الاي ايش قد اخذها؟ الاي راح اخذها 8، والبي راح اخذها 9. شوف الاتش ايش قد راح يطلع؟ الاتش راح يطلع 1، الواحد قياسا بالثمانية يعتبر صغير. زين هنا ايش راح اقول؟ راح اقول اف اوف اكس تساوي شنو؟ تساوي 1/5 الخامس المن للاكس. زين الاي ايش قد راح اخذها؟ راح اخذها 32، البي ايش راح اخذها؟ راح اخذها 31، الاتش ايش قد راح تطلع؟ الاتش راح تطلع -1، اذا هنا -1 قياسا بال 32، حتى الواحد قياسا بال 32 كلش صغير. ولكن بهذا السؤال اذا ردت اقول جذر 1/2، يعني معناها 1/2، وراح اسميها الدالة اف اوف اكس تساوي 1/x. زين الاي ايش قد اخذها؟ ايش قد اخذ الاي؟ اذا اخذ الاي 1، اذا اخذ الاي 1 والبي هو 2، الاتش ايش راح يصير؟ 1. زين هنا ضميرك يرضاها الاتش يصير بقد الاي؟ اكيد ما يرضاها. واذا اخذت الاتش الاي 4 زين، والاي والبي راح يصير عندك 2، زين الاتش ايش راح يصير عندك؟ راح يصير -2، ايضا فالشيء ما معقول، يعني متقاربه. اذا هيش نوع من الاسئله راح اجي اقسم 1/2 طلعتها 5 بالعشرة، لكن بهذا السؤال ما تحتاج ان تقسم، وبهذا السؤال ما تحتاج ان تقسم. اذا ان شاء الله استفاديتوا من سؤال المسابقه. شكر مره اخرى للاستاذ القدير ماهر الكاتب على اعداد هذا السؤال، طبعا تناقشنا ليله امس بهذا السؤال.
السؤال وردنا منه أن نوصل لكم فكرة حتى تستفيدون من عدها. إذا نلتقيكم في مشكلة وحل آخر وسؤال مسابقة آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحفظه.